وفي نقطة ثانية، تأخير الرواتب بالنسبة لهؤلاء العمال شيء مخالف لنظام العمل السعودي، وتستحق الجهة التي تؤخر رواتب عاملينها إلى عقوبات من وزارة العمل في النظام. خليني هنا كنت أبغى أتكلم مع الأخ سام، يقول هل في الساعات الإضافية بيعطوكم زيادة رواتب؟ سؤال بس لو أسمع إجابته، لأنه في نص نظامي. أيوة. ما في نظام. طيب خلينا نشوف إيش تنص إيش نص النظام. نص صريح، ما هو من كلامي أنا أو إني مثلا، لا أحد يقول إني أنا يعني متحامل على الأمانة أو إني. نص النظام يقول المادة 107 في النظام يقول يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50% من أجره الأساسي. فين الكلام هذا؟ أي نظامية للعقود وأي نظامية للتعامل إذا كانوا مخالفين؟ أنا هذا الكلام ما أقوله من عندي، هذا نص النظام، ولي الأمر هو اللي أصدر لنا هذا النظام بمرسوم ملكي، هذا من عندنا جبناه نحن. طيب المادة 98 إيش تقول من نفس النظام؟ واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد. هذا النظام نظام عالمي وأقر في النظام السعودي ونص عليه نظام العمل السعودي المادة 98. أي نظامية في التعامل إذا كان نصوص صريحة لا يمكن تأويلها. طيب يقولون عقودهم نظامية، هذا عقدهم ولا لا؟ هذا العقد. هذا عقد. إذا زميلنا يأخذ زوم إن أو تقرأ لنا يا دكتور. والله شوف هذا العقد إذا يقدر يأخذ أو إني أقرأ لكم هو زي ما تحب. إن شاء الله يعني ما تقدر تأخذ. ما أدري. هو والله خليني. لا ضريب. طيب خليني. حياخذ. طيب جيد. أوكي. حياخذ بس أنا حقرأ لكم هو. طيب بس. نص صريح فيه. خلينا بس نشوفه على الشاشة إذا إنه زميلنا أخذ زوم إن. لو نأخذ فل سكرين بس نشوف. أي. شوف ال. أضبط العدسة يعني أرفع لي. شوي. أيوة أرفع على فوق شوية أرفع كمان. طيب أبغى دكتور أقرأ لنا يا دكتور، نثق فيك إحنا، أقرأ لنا يا طيب. لأنه يبدو لي طيب. ليس واضح طيب. كله طيب يقول طبعا هم ينصوا نص صريح يقول لك أنه لا 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 لهم الحق في فسخ العقد متى ما أرادوا. يعني دون لمن الحق يعني للأمانة للأيه موقعين العقد الأمانة لهم الحق في فسخ العقد متى ما رأوا فسخه. هذا مخالف دكتور لك طبعا مخالف نص صريح. طيب دكتور خلينا بس عشان نسير هذا الموضوع بس يعني في خمس يعني والله أنا صراحة ما أبغى أظلم أي أحد لكني أتمنى إنه الأمانة تكون دائما متواجدة. بالمناسبة يعني أحيانا في تعليقات يقول لك أنتم أمانة جدة، يا جماعة والله أمانة الرياض اللي هي العاصمة لو فيها هذه المشاكل لكنا ناقشنا، لكن الخلل دائما في أمانة جدة. وبالمناسبة أمانة الرياض ناس واضحين، ومسي بالخير الأمير عبد العزيز بن عياف يعني دائما يستجيب لنا ويظهر معنا ونتحدث في أمور نقدية كثير، ولكن تأكدوا أنه المكان اللي ما فيه أي خطأ لن نستطيع أن نتحدث عنه بسلبية، بالعكس ربما يحفزنا نتحدث بإيجابية. ولكن إذا كان في حالات قدامنا وشفتوها على الشاشة والأمانة لا, لا, لا تريد أن تظهر وتتحجج، يعني ماذا نفعل؟ يعني دكتور في أمانة جدة أجبرت موظفي حمى الظنك في 15 فبراير بحسب ما قالته الصحافة وبحسب ما قالهم في حلقات سابقة، أجبروهم على توقيع عقود تطوعية وبراتب أقل مما يتقاضونه في السابق، وهو ما يعني تخفيض رواتبهم إلى 50%، واشترطت على كل موظف التنازل عن سنوات الخدمة السابقة، إضافة إلى أن العقود تخلو من بند التأمين الطبي الذي وعدت به سابقا. هل هناك مخالفة قانونية في هذه العقود الجديدة أم أن الحق مع الأمانة مطلقا؟
لا لا ما في حق مطلق ما فيش. يعني انا اشوف انه هذا اجحاف في حق العمال، هؤلاء العمال. تخفيض رواتبهم على اي اساس بني تخفيض الراتب الى 50%؟ يعني فين قانونيه؟ الى ماذا استندوا في التخفيض؟ لا يجوز تخفيض الرواتب الا لمبررات. هل هي شركه واشهرت افلاسها؟ هل هي عندها مثلا ميزانيه وقالوا لا والله احنا مفلسين فبناء عليه نحن نخفف، اما نخفف العماله او نخفف ال طيب دكتور يوم السبت الماضي نشرت صحيفه الحياه حديثا مع المدير السابق للعلاقات العامه في امانه جده الشريف خالد بن هزاع، قال فيه انه اكتشف سرقه بملايين الريالات، وهي مبالغ تم جمعها عن طريق رجال الأعمال لإقامة مهرجان جدة للعيد. وقال يوجد سرقة كبيرة وتلاعب في إدارة منح الأراضي، وقال هناك موظفين نافذين حصلوا على أراضي بالاحتيال ولديه الإثباتات. وقال للصحيفة أنه بعدما أبلغ عن هذه المخالفات كافؤوه بإقالته من منصبه وتحويله إلى موظف بسيط في غرفة وصفها بالمنفى. برأيك هل هناك تصنيف قانوني لأحوال وأعمال أمانة جدة وسط كل هذه الفضائح المالية والفساد الإداري الذي يتم اكتشافه بين فترة وأخرى؟ وكيف برأيك يمكن لهذا الموظف أن يأخذ حقه الوظيفي وتعويضه عن ما لحق به من أضرار، خصوصا وأن هناك لصوص ولوبي في الأمانة على حد تعبيره هو وليس تعبيري؟ تعليقك باختصار دكتور. نعم، أول شيء أتكلم بالنسبة للموظف، لا يجوز مثلا نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى إلا بمسببات نظامية. للموظف، لهذا الموظف الحق في رفع الدعوى أمام ديوان المظالم، وهو الجهة المختصة في الفصل في هذه طبعا الأمور. إذا كان لديه إثباتات في مقال أيضا يا دكتور، بغض النظر انه عنده اثباتات، بالنسبه احنا نتكلم الان عن الموضوع الاداري غير الموضوع المالي. الموضوع الاداري انهم شالوه من اداره العلاقات العامه الى ركنوه في غرفه كده وحطوه. طيب في الجنب. دكتور اشكرك، له الحق في هذه الحاله. نعم، انه يقيم امام ديوان المظالم. نعم، كل الشكر للمحامي والمدعي العام سابقا الدكتور ابراهيم العبادي والاستاذ سامي الحارثي الفني في مكافحه الظنك. واعتذر، خليت بوعدي لن نستطيع اعاده عرض هذا التقرير لان الوقت داهمنا، ولكن شوفوه اليوم في الاعاده الساعه 2:30 بتوقيت السعوديه مساء.